انطلقت منافسة النسخة الثالثة من بطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لفروسية قفز الحواجز، والتي ينظمها نادي الصيد والفروسية على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة، شملت فئات المبتدئين والمتوسط والمتقدمين. على ميدان نادي الصيد والفروسية وبمشاركة واسعة من الفرسان، انطلقت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لفروسية قفز الحواجز، وسط منافسات قوية وحضور مميز للفرسان ومن الجنسين. نتشرف بالتواجد في كأس الأمير لقفز الحواجز 2020 المقام تحت تنظيم النادي فروسية الفروسية. أشكر إخواني رئيسة وأعضاء مجلس إدارة نادي فروسية الفروسية على هذا التنظيم الرائع والراقي. رياضة الفروسية عندنا أبطال على مستوى القاري، عندنا أبطال متأهلين يكونون إن شاء الله بإذن الله أبطال أولمبيين. فروسية قفز الحواجز من الرياضات المميزة في البلاد، وتحمل أسماء لامعة كالفارس علي الأخرافي والفارسة نور القعود، إلى جانب صف ثان من الشباب دائما ما يتألقون في مثل هذه البطولة الغنية بالمستوى الفني والتنظيمي. استمرت هذه البطولة يعني بحمل اسم حضرة صاحب السمو، وشرف كبير لنا أن نقيم هذه البطولة على من تنظيم نادي فروسية الرياضي برئاسة الشيخة حصة الصباح، حصة دعيج الصباح. إقبال جماهيري في بداية اليوم كبير، تفاعل كبير، نشوف في سكشن العائلات، سكشن الأطفال، الحمد لله قاعد نشوف تفاعل جماهيري. البطولة وايد ممتازة، وصراحة تنظيم وايد قوي وما قصرتوا، كون الإدارة ومصمم الكورس وكل شيء صراحة فوق الممتاز. يذكر أن هذه البطولة تعد الأكبر في الموسم من حيث المشاركة والجوائز المادية المقدمة للفائزين بالمراكز الأولى، إذ تبلغ جوائزها 50,000 دينار كويتي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.